صفحة 31 هذا الطالب طارق قديم عبد الله كروبي انا وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا يوسف عبد الله يوسف الشريان من مدينة قلقيلية. أتممت حفظ القرآن الكريم منذ أيام في مركز الفاروق لتحفيظ القرآن. طبعا واجهت صعوبات في الحفظ من ضيق الوقت سبب يعني أني أخلط بين العمل والحفظ. فطبعا بفضل الله ربنا وفقني أنه أتم حفظ القرآن. طبعاً رغم الضغوطات وضيق الوقت إلا إن الحمد لله رب العالمين أتميت حفظ القرآن الكريم. وطبعاً أنا حفظت في البداية 10 أجزاء قبل أكثر من 10 سنين وانقطعت لفترة 10 سنين والحمد لله رجعت وأتميت حفظ 20 جزء خلال سنة كاملة. ورسالتي لكل الفئات العمرية إنهم بدل ما يلتهوا بالملهيات إنهم ينشغلوا بحفظ القرآن لما فيه من توفيق وبركة.